كان أهل الحي يصلون الصلوات المفروضة والجمعة في كراج أو عريشة صغيرة. من 3 سنوات بنوا هذا الجامع الكبير. اللهم أعز الإسلام وأهله. في كينيا وعدد من الدول الأفريقية في عناية بالمسجد، فالله يكرمكم ما تجد أحد يرمي حذاءه مقابل الباب. ما شاء الله تبارك الله، تعجب من حضورهم مبكر أو تعجب من حسن صلاتهم أو جلوسهم بعد الصلاة وقراءة الأذكار، أسأل الله يبارك فيهم. هذا مركز الدعوة تبع المسجد، تفضل شيخ، ما هو نشاطكم؟ نشاطنا ما شاء الله عندنا الدعاة يمشون في الشارع كل يوم من اليوم السبت إلى يوم الخميس، يدقون باب باب، إذا كان مسلم يذكرهم بالآخرة وأهمية التوحيد والصلاة، وأما إذا كان غير مسلم يدعوهم للإسلام. والحمد لله الآن أنهينا شارع ساوث سي وأنهينا ساوث بي وأنهينا نيروبي ويست، والآن في هذا الأسبوع ننهي لانغاتا ما شاء الله. ما شاء الله. نحاول إن شاء الله من خلال هذه السنة نحاول نكون نيروبي ثم نخرج خارج نيروبي نمشي إلى قرى أخرى إن شاء الله. الله ينفعك. عندهم بعض الكتيبات والمتون، وهذه شهادة خاصة للمسلم الجديد. هذه عينة من الشهادات، كان اسمه حسام ثم سمى اسمه صدام، سأل لها الثبات. هذه مكتبة تابعة للمسجد، حصلت فيها كتاب القراءة والكتابة عام 1426. من المشاريع اللي قدمها المركز التابع للمسجد التعليم والتدريب والمتابعة على التجارة، وهذا مركز خاص مصاريف الزكاة.